الحمد لله المستحق له أحسن التحايا والطيبات، والصلاة والسلام على من أحبه الله محمد بن عبد الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ألا تنتهي هذه الصلوات والسلامات على نبيه فحسب، بل وعلى آله الطيبين وأصحابه المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أخوض في لحن الترحيب أرى المستحسن أن أؤديه بتحية مرفوعة بسلام، تحية فوق كل تحايا أصلها فارس وفرعها في السماء قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعترف بحضور الله الشيخ النجيب النبيل النبيل المستغرب بالكتاب والسنة الفاضل العالم الرباني الفصيح البليغ في البيان، وهو رجل حكيم بطل لا يخاف لومة لائم في التصريح بالحق، كما قال الشاعر: ليس من يقطع طرقا بطلا، انما من يتقي الله البطل. المدير سعيد سلمان، حفظه الله، اهلا بكم وسهلا بكم ومرحبا بكم، فقد طالما نشتاق الى حضوركم ووجودكم بين اظهارنا، وحقق الله وداعنا، الله المسؤول ان يجزيكم جزاء اوفى على خطر قدميكم إلى هذا الحفل المبارك الذي أقامه الشباب والليسون. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا أكمل الحمد لله. الله أكبر. أما هي أبدا من وراء ولو ما في طاعة.